0920 20 20 20. حاج احمد احنا وصلنا خرجنا من الفضال نكملوا يعني. ايه طبعا قلت لك قبل ما يروحوا بيحددوا موعد العرس لان اهل العريس جاهزين ورافعين الموعد متفقين فيه فيجوا يقولوا لنا احنا مثلا عرسنا في بين العيد او بعد العيد بعد رمضان اول حفظه ثاني حفظه يحددوا يقولوا لهم خلص هنا يعني الكلمه كانت كلمة الرجالة كلمة الرجالة تو نسويهم هم اللي هم طبعا هم من اول يوم تو الراجل عبارة عن يبذل فلوس والباقي الكلمة الأولى والأخيرة طبعا في بعض الأمور تخص النساء هذا ما نكروش لكن في الكلام الرسمي وفي الاتفاقيات وفي الواحد خلاص يعني للرجالة المهم يروحوا للرجالة الله راهم بس يمكن تجيبنا الموعد يوم الحفظة الأول حفظة مثلا في الشهر السلام عليكم وعليكم السلام طبعا أول ما موعد العرس يبدو طبعا بالنسبه للاهل الزيات لما يعطفون صغيرات كذا فتبدا في مرحله مسكينه حاجه ناقصه عليها ما تعرفهاش تديرها إذا كان مثلا بعض من شو اسمه من